صباح الفلاح والربح. فقرة صباحية يومية كتهتم بتفاصيل الفلاحة الوطنية، تجارب ناجحة، حلول آنية، مبادرة تنموية، تبادل التجارب، كل هذا واكثر عبر اتصالات هاتفية من قلب الحقول المغربية. صباح الفلاح والربح برنامج كيوضع فصول باهتمام الفلاح والأنشطة الصباحية واليومية ديالو، كنرصدوا التحديات والإنجازات اللي كترفع من قيمة فلاحته. صباح الفلاح والربح كل يوم من 7:15 حتى 7:30 على أثير إذاعة مدينة FM. صباح الفلاح والربح، صوت الفلاح أولوية. صباح الفلاح والربح بتعاون مع آلية المثمر للمجمع الشريف للفوسفات. خوتي الفلاحة، خواتاتي الفلاحات، صباحكم مبروك وكنرحبوا بكم ديما في برنامج ديالكم اليومي الصباحي صباح الفلاح والربح. هذا الموعد اللي من خلاله كنتواصلوا معكم، كنسمعوكم، كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفية، وكنتعرفوا على التجارب الفلاحية ديال كاع الفلاحة والفلاحات ديالنا، وعلى الأوضاع والأحوال ديالهم من وسط الحقول والضيئات المغربية، وكننقلوا التجارب ديالهم الفلاحية، وأيضا كنتعرفوا على خيرات بلادي والمميزات المجالية ديال كل منطقة. إذن صباحكم مبروك، وكنتمناو الربح والتيسير إن شاء الله للجميع. أولى مكالماتنا هاد الصباح غادي تكون من حد سوالم، وضيف الحلقة هو سي فتحي سعيد. سي سعيد صباح الخير. صباح الخير والرباح، مرحبا. تحية لكاع الفلاحة والكسابة. والله إلا بخير، فرحانين حيت كنتواصلوا معك مباشرة على أثير مدينة FM. سي سعيد، بغينا نتعرفوا عليك، الفلاحة كيفاش بديتي، شنو هو النوع ديال الفلاحة اللي كتمارس، خصوصا أننا كنعرفوا المنطقة يعني اللي معروف بها بزاف هو زراعة البطاطس. نعم سيدي، كاين البطاطس، كاين الزرع، جميع جميع، كاين القرعة، السلاوي، جميع أنواع كاين. شنو نقول لك، البلاد عندنا حنا كتبغي شوية، البلاد عندنا حنا مرملة. كتبغي شويه الماكله مزيان، وما الحمد لله اللي دار فيها كتجي الحمد لله. ومن خلال التجربه ديالك السي سعيد، يعني الفلاحيه، شنو هما ابرز النصائح اللي تقدر توجه للفلاحه هذا الصباح؟ عندنا الفلاحه، انا حاليا زارعين فيها انا والاخوه ديالي، حنا ولاد اب واحد ومراه واحده، زارعين فيها 10 هكتار ديال البطاطس. كانت تقريبا حنا عطيت الفوت الطون ديال المواد ديال الانكي وديال الملح وداك الشيء، كنفوت الطون في القطار وكنديروا الغبار ديال الدجاج ضروري. دابا الضبابه كطيح، الضبابه كطيح، الشتا كتبغي تدوها مزيان باش تسخن تخرج ريحه. الحمد لله داك الشيء دايز مزيان، في العهد معنا دايز الحمد لله، الى زرع في الوقت وداوى ووكل مزيان كتكون النتيجه الحمد لله. فين بالضبط انت؟ فين في حد السوالم؟ سميت البلاد الدوار؟ انا السوالم كنوقع على كتفول اليمن، اللي تكون غادي من عند مثلا من الجديدة. كنوقع على كتفول اليمن تقريبا شي 16 كيلومتر اصلا. تاع سيدي قاسم، تاع المنطقة عندنا كيقولوا لها سيدي قاسم مباليك. تاع احنا محسوبين على ولاد حريز. محسوبين على ولاد حريز. محسوبين على ولاد حريز. ايوا راه جدكم الشريف عزيز. احنا دابا كنسميو الحريز الغربي. ولاد حريز الغربيه، تحيه لجميع المستمعات والمستمعين ديالنا في المنطقه. ونرجع معك شويه للفلاحه ديال البارح مع ديال اليوم السي سعيد. شوف، رجعك ليامات الشباب والصغر، كي كنتي كتعيش البارح، كي كنتي كتعيش اليوم، واش الامور تطورات، واش عندك شي ملاحظات؟ لا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، سير على اي وقت سير معاه وسير غادي. المستمعين العاديين يبغيو يعرفوا الانواع ديال البطاطا، البطاطا الصفراء، البطاطا الحمراء، هذه ديال الطياب، هذه ديال القلي، عطينا بعض المعلومات. حنا مع سيدي حنا كنديروا كلشي ديال الطياب، دابا ديك كنديروا النوع اللي كتقلى والنوع اللي كطيح الجميله والبيضاء وفي داك غير على واحد الارض ديالنا، على كانت واحد الماركه كيقولوا لي الجزيره قلعت منها الارض، كانت ولات ديال غير المشكله. حنا دابا ولينا كنفلحوا واحد الماركه كيقولوا لي بارنا وسينا وسلطانه، هذو هما اللي باقي كيجيو عندنا في الارض. والله الله يجيب التيسير سي فتحي. واش مازال العاده في الدوار، واش مازال الجماعه لا سيدي الحمد لله، باقي الحياه، باقي الحمد لله، باقي عندنا، باقي الخير، باقي الخير الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، باقي الخير الحمد لله على كل حال. تبارك الله عليك، الحمد لله. وشكرا الله على المشاركه ديالك معنا سي سعيد. شكرك، شكرك اخويا. الله يسعد الصباح. سلامنا للمستمعات والمستمعين ديالنا في ولاد حريز. الله يرحمك.
وحدك الله يحفظك. صباحك مبروك. غنمشيو بكم المنطقة ديال ولاد فرج مع السي عبد الرحيم جبور حاضر معنا هذا الصباح. صباح الخير. صباح الخير خويا سالم. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اش كاين شي فطور؟ مرحبا. كل شيء موجود الحمد لله. الله يحفظك السي عبد الرحيم. اذا انت فلاح في المنطقه ديال حد ولاد فرج ياك؟ فلاح كتمارس هذا المهنه منطقه في فلاحيه متميزه وتبارك الله فيها مجموعه من انواع الفلاح اللي كتمارس تما وكتزرع وغادي نتعرفوا عليها بالتفاصيل. ولكن قبل ما نتعرفوا على الانواع الزراعيه في المنطقه وتكلمنا على ولاد فرج والتقاليد والاعراف ويعني ومجموعه من المميزات ديال المنطقه نتعرفوا عليك. التجربه حنا كما حلينا عليها عينينا حلينا عينينا في الوالدين ديالنا فلاحه كيف الحرف يعني الماء تقريبا عندنا راه دخل عندنا في 70-56 ربما ولا واش عندنا الماء زاد فقاق ومنها احنا باللي حلينا عينينا مع الوالدين كيف الحوا راه حنا تنبقينا غادي نتابع المهنه ديال الفلاحه. تبارك الله. وشنو الفلاحه ما بين البارح واليوم السي عبد الرحيم شنو اللي تبدل؟ بزاف حوايج تبدلوا. ايوا بحال دابا نعطيكي مثال دابا ولات طرق اخرى ولات عاد قلت ما كانتش ولاو كدير تحاليل الارض ولاو مهندسين كيتبعوا معاك هادشي ما كانش في الاول. ايوا كنت انا اللي عقبت غير ثاني هو اللي ولا محل الفلاح حاليا دابا هو الماء. كرتي ان التحاليل ديال التربه شي حاجه اللي هي مهمه اليوم خاص كاع الفلاحه يديروها. ضروريه خويا. ضروريه خاص التحاليل باش عرفت شنو هاد الفلاحه اللي انت تبغى تزرعها ما خاصها تعرف ربما خاصها هي خاصها فوسفور وانت عاطي ازوت ربما هي خاصها البوتاس وانت ما عاطي الملحه ربما هي خاصها غير واحد النسبه قليله وانت ما عاطيها. لكن دير التحاليل كتعرف راسك اشنو هو خاصها. كاين الفرق اخويا كاين الفرق بزاف. كاين الفرق نعطيك مثال نمشيو غير البطاطا. البطاطا ربما احنا في المكان عندك تحاليل ربما في البلاد فيها مثلا البوتاس ناقص طالعه فيها واحد الماده ديال الملح وانت كتعطي في الملح يعني كلشي كيتفرقع كيولي عندك العيب في الفلاحه. بلا ما نهضروا على الصاير كيتزاد. الصاير ما تهضرش عليه يعني الكوتاكوت حساب اخر كدير تحاليل وكتقول الكوتاكوت هذا هي اول حاجه اقتصاد. ايوا المواد اللي غادي بها اقتصاد. ايوا المواد هذيك مثال المواد اللي كتزرع دابا حاليا على لي زونكري كيزرع دابا الملحه الى ولينا باغي غير نزرعوها راه خاصنا على الاقل 200 كيلو 250 كيلو في الهكتار. اذا كانت الكوتاكوت راه غتطلق غير 50 كيلو ولا ما كايناش وكيبان الانتاج من طبيعه الحال. اكيد كيتزاد الانتاج وكيتزاد في الطوناج وكيكون المنتوج دو جوده. شوف كتكون اهم حاجه تكون الجوده. شي بالنسبه للفلاح هذاك مثال الفلاح ما بقاش كيسول مثلا يكون تجي غير جوده. شي الصير ما كيسولش عليه هو كيقول انا صير مصير ولكن الا بدا تعليمات ودار هاد الكوتاكوت وصاب مني يخدف فيه ومني يرشدو بطبيعه الحال غيكون استفاده كثيره اخرى. اكيد المنطقه منطقه فلاحيه وجيرانكم كثار تبارك الله راه كاين انتم جيران الكوامله القواسم ياك الرديدات 5 كيلومتر وسط الرديدات ياك حتى هما جيرانكم الزاويه ديال سيدي عباس احنا خبيز متوح دابا نفرج خبيز متوح. منطقه فلاحيه الناس شنو كتفلح تما بالضبط من غير البطاطا؟ زرع الربيع الفصاق الربيع. ومنين كتسوقوا؟ كتسوقوا حد فرج وخميس متوح. من حد ولاد فرج وخميس متوح. السواق مزيانين عامرين؟ السواق مزيانين تبارك الله ما داكش مزيانين الله يرحمنا خويا. لا بدا ان شاء الله الله يرحمنا الله يرحمنا سي عبد الرحيم. سي عبد الرحيم شنو النصيحه ديالك هذا الصباح للفلاحه ديالنا باش نصحوهم انطلاقا من التجربه ديالك الفلاحيه؟ واش مثلا الفلاح مثلا على الحبوب ولا على الحبوب نتكلموا على الحبوب. الحبوب اللي دخلت تكون قلوبه دابا تكون قلوبه ولا يزرع بالسمار واحسن حاجه يدير تحاليل الارض ديالو. كاينين الحمد لله كاينين مهندسين كاينين تقنيين كاينين والبلاد تكون خدومه البلاد اللي ما كانش تكون برنيشه البلاد الثانيه كانت غير زرع في زرع ما باقا تجيبش داك المنتوج ديالها علاش حنا كنسقيو اما كاين بعض المناطق اللي هما بوريين كيديروا الزرع المباشر هذا كيصدق عندهم مزيان يعني الزرع المباشر كيزرع مثلا غير حصيده فوق حصيده كنقولوا ما كيحطوش هذا كيطلع بحال مثلا نعطيك مثال بحال كنقولوا هاد الناحيه الساحل يعني من بحال غادي من حد الفرج غادي بن عاشور ولا من حد الفرج غادي جديده هادو كيتقادوا البلاد غير هكذا من العام لعام كيفلحوا غير الزرع
هادو كيديروا الزرع مباشر يعني هذا كيتلقى عندهم مزيان. اما حنا كنقلبوا الارض اللي ما قلبتش الارض مزيان ما تجيبش شي نتيجه. شكرا على النصائح اللي قدمتي لنا سي عبد الرحمن هذا الصباح. وانا نقول لك الا جيناك ضياف بغينا نفطروا عندك شنو توجدنا في الفطور؟ اي حاجه تخليك طلبت ياك تكون موجوده في الدكاله. اي حاجه حب خاطرك تلقاها في الدكاله هادشيها بحال داخل الوظيفه كيطوال. الله يحفظك الله يحفظك. نهار كبير نشوف وجوهكم ان شاء الله اخويا عبد الرحيم. ان شاء الله. الله يحفظك. صباحكم مبروك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا لك. والله يجيب تيسير اخويا. صباحكم مبروك. اصبح الفلاح والربح. فقرة صباحية يومية كتهتم بتفاصيل الفلاحة الوطنية، تجارب ناجحة، حلول آنية، مبادرات تنموية، تبادل التجارب، كل هذا واكثر عبر اتصالات هاتفية من قلب الحقول المغربية. الحقول المغربية. صباح الفلاح والربح برنامج كيوضع في صلب اهتمام الفلاح والأنشطة الصباحية واليومية ديالو، كنرصدوا التحديات والإنجازات اللي كترفع من قيمة فلاحته. صباح الفلاح والربح كل يوم من 7:15 حتى 7:30 على أثير إذاعة مدينة FM. صباح الفلاح والربح، صوت الفلاح أولوية. صباح الفلاح والربح بتعاون مع آلية المثمر للمجمع الشريف للفوسفات.